عزيزي المشاهد، رحلتنا ستكون إلى أندونيسيا، فالطبيعة الخلابة والشعب المضياف والأسعار الرخيصة من مقومات السياحة في أندونيسيا، وهي تتمتع أيضاً بمناخ استوائي حار ورطب طوال العام منحها هذا اللون الأخضر الممتد، والطبيعة الجبلية والشواطئ الدافئة والمحميات المذهلة، وتمتاز برخص التكاليف مقارنة بالوجهات الآسيوية السياحية الشهيرة. ومن أبرز الأماكن السياحية في أندونيسيا جزيرة بالي، تعد أشهر وجهة سياحية في أندونيسيا، يتهافت عليها المسافرون من جميع أنحاء العالم. تجمع جزيرة بالي بين السياحة الطبيعية واللون الأخضر وكذلك الشواطئ الخلابة وأهم المحميات والغابات، تجدونها في مدينة أوبود في وسط الجزيرة. تمتلك فنادق جزيرة بالي الكثير من الخيارات المناسبة للجميع، وإن كان يغلب عليها التكلفة المرتفعة بشكل عام، إلا أنها مثالية لرحلات شهر العسل والأزواج أكثر من العائلات، حيث لا تقدم الكثير من الأنشطة الممتعة للأطفال باستثناء السباحة. إلى جاكرتا، العاصمة الأندونيسية التي تقع على جزيرة جاوا، وتعد الأكثر ازدحاماً واكتظاظاً بالسكان، وهي وجهة مثالية للعائلات، تجمع بين رحلات التسوق والطبيعة، وتملك الكثير من المعالم السياحية والمولات والمراكز التجارية الحديثة والضخمة، وهي مناسبة لرحلة صغيرة منخفضة التكلفة. جزيرة سومطرة هي الأجمل من ناحية المناظر الطبيعية الخلابة، وهي الوجهة السياحية المفضلة للكثير من السائحين العرب، تمتاز بدرجات حرارة أكثر لطفاً ومناظر طبيعية لا توصف. ومن أشهر معالمها السياحية بحيرة توبا، أجمل الأماكن الطبيعية في أندونيسيا، وفيها عدد كبير من الشلالات والشواطئ والجبال والمحميات الطبيعية. توصف جزيرة الملوك في أندونيسيا بأنها الكنز الدفين، فهي تملك تشكيلة من أجمل الشواطئ والمنتجعات في آسيا، وتلقب أيضاً بجزر التوابل نظراً لكونها موطناً للعديد من نباتات وأعشاب التوابل النادرة في العالم، وتضم هذه المنطقة العديد من الجزر البركانية. نختم رحلتنا في جزيرة لومبوك التي تقع على مقربة من جزيرة بالي الشهيرة في أندونيسيا، ويقال أن جزيرة لومبوك تملك أجمل شواطئ في أندونيسيا، وتعد هذه الجزيرة جنة الغوص والرياضات المائية، وهي مناسبة جداً لرحلات الشباب وشهر العسل.